مدرسة القرآن، مدرسة جوهرة الأزمان، مدرسة القرآن، مدرسة جوهرة الأزمان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. فآيه جميع. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هل كان ومدرسة لقمان الحكيم لتحفيظ القرآن الكريم دكسي حفظين القرآن الكريم كلقمان الحكيم مقالة مقدشة عاصمة الصومالية رنتي مدرسة لقمان الحكيم وحالة أساسي ودبا دلو تاقي سنة دي لبضكوني أفري طبانكي بشي لحاد هذا ويشن جرستي لقمان الحكيم مدرسة شنطة سنة شغينيس رنتي مقالة وحبالني كسو كربيسي لقمان الحكيم واحد لقته إن كده ولح بقلو أرضي حرومها كل دوني مقالة كل هذا هاي رنتي أننا وحنا سمينا تحفيدين القرآن كا أرضي إذا يولي بهنجاد القرآن كا أننا مرك أقول رسول وحنا خبرنا أرضي إذا دهان لحدة إلى يوفري تمن جيركا وده حيسا أرضي إذا رنتي أرضي مرك وصل قال امتحان أيوم مرا وقبولية taas oo markii hore lagu fiirinay inuu wax qori karo waxna uu kicin karo hadii runtii taas uu ku fiican yahayna quraankiisa ayaan u bilaawnaa haduu san taasi wax kaga dhiman yihiin halkaas ayaan ka soo bilaawnaa halkan ardaydu rootiinka caadiga ah maalintii hal saac ay soo galaan todobaad subaxnimo waxayna ka baxaan shanta galabnimo waxay madrasadu leedahay laba qaybood oo kala ah dad meelo fog uga yimaado iyo dadka dhow dhow ee xaafada runtii dadka xaafada way soo lugayaan cuntooyinkoodana ayaga guriyaha ka doonta halka kuwa fogfogna ay madrasadu leedahay basas ka soo qaada ardayga gurigiisa kuna celiya iyo sidoo kale cunto khada ah oo halkaan uu ardayga uu ku cuno waxayna ay madrasadu shaqeysaa sabti ilaa iyo arbaco oo shanta bari oo asbuuc ka mid ah وجازي من سعى لخدمة القرآن.